ولنقاش أزمة سد النهضة بين إثيوبيا وكل من السودان ومصر، وما عقب ذلك من مطالب باتفاق يحمي مصالح دول المصاب، ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني دكتور محمد أحمد ضوينة. أهلا بكم دكتور. أهلا بكم. كيف يمكن قراءة حديث رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم بنبرته الهادئة عن سد النهضة في الوقت الذي تصدر ردود فعل غاضبة من مصر والسودان حيال القرار الإثيوبي؟ تقرأ بأن إثيوبيا ماضية بعزم على تنفيذ الملء الثاني دون الالتفات إلى قضايا مصر والسودان وعلى تخوفات من هذه الدول، وهذا يدخل القضية أو ملف سد النهضة في مرحلة معقدة وشائكة، لا سيما الآن الزمن أصبح محسوبا والوقت يمضي وكل ثانية تمر محسوبة ولها تأثيرها. حتى الآن لا توجد أي قرارات حاسمة وواقعية تستطيع أن تثني أثيوبيا على إقدامها على هذا العمل، أو على الأقل أن تتبنى إيقاف السد. كنا نتعشم في الاتحاد الأفريقي أن يتبنى قرارا جامعا جمعيا مؤكدا أن يتم إيقاف الملء الثاني إلى حين التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث يرضي كل الأطراف دون أن يكون هنالك ضرر للدولتين، ولكن ذلك لم يحدث لأن أثيوبيا تتعامل بتساهل مع هذا الملف، أو أفريقيا أيضا الاتحاد الأفريقي لم يولي هذا الأمر يعني اهتماما كبيرا. هذا الذي جعل السودان الآن يتطلع إلى شراكة جديدة إلى الرباعية التي تعتبر ممكن أن يكون مدخلا لمعالجة الأمر في أوقاته الصعبة، ونحن في زمن بدل الضائع نحتاج إلى جرعة تحرك سريعة ومنقذة للموقف، لعل الملء الثاني سيضر بالسودان ضررا كبيرا كما أضر الملء الأول، والآن بدأ الانحسار وبدأت أيضا مشكلات التوليد الكهربائي، بعد قليل سيكون هنالك إيقاف لجريان النيل حتى يتم الملء، وهذا أيضا يؤثر تأثير كبير جدا على حصص السودان ومصر وعلى توليد الكهرباء وعلى الزراعة والأشياء كثيرة. وأيضا عدم التنسيق ربما يؤدي إلى بعد الملء تدفق المياه بدافعية قوية يؤدي إلى إضرار وفيضانات جديدة وهكذا أشياء. السودان جرب هذه الفيضانات في 2020، يخشى أن تأتي هذه المرة بصورة أكبر والأضرار تكون واسعة. هذا الأمر الذي يتطلب السعي بقوة وجدة في الأمر. نرى الآن السودان ومصر في هذا السياق، المعذرة على المقاطعة دكتور، كيف يفسر تمسك إثيوبيا بأن مطلب الرباعية خارج الاتفاقية الإطارية؟ دائما إثيوبيا تخشى التدخل التدويل، رأيناها قد رفضت تقرير البنك الدولي سابقا ورفضت تقرير أمريكا، وكذلك الآن تقف بتعنت لأنه لا تسمح بأي تدويل للقضية والرباعية وغير ذلك، هي تخشى من أي إجراءات ممكن أن توقف بناء السد، تخشى كذلك من أي تدخلات أخرى تفرض عليها واقعا جديدا، هي تريد أن تنفرد بالقرار في المياه الإقليمية هذه وتريد أن تكون السيد الأول والأخير لمياه النيل والمسيطر الأكبر بعد الله في هذا المياه، تعطي جرعات وقطرات كيف تشاء إلى السودان ومصر، وتكون هذه الدول كلها تحت رحمة أثيوبيا وتحت القرار الإداري تتنازل عن سيادتها لصالح أثيوبيا. ما مدى نجاعة دور الاتحاد الإفريقي في إنجاح هذه الوساطة بين أثيوبيا والسودان ومصر؟ الاتحاد الأفريقي غاية ما وصل إليه تقرير الخبراء الذي رفضته كثير من الدول الأطراف في سد النهضة، والذي لا يغادر الجانب الفني. السودان ومصر يريدون جانبا إداريا ملزما لأثيوبيا أن 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 تلتزم بأي اتفاق في المستقبل، وتضمن السودان ومصر أن هنالك تنفيذ هذه الاتفاقيات خاصة فيما يلي المراحل المتبقية من ملء السد وفيما يلي أوقات التشغيل والتفريغ، وكذلك فكرة بناء سدود جديدة وهكذا أشياء. الاتحاد الأفريقي طبعا له تأثير آخر من دول حوض النيل، 11 دولة في حوض النيل هي لها عضوية ولها تأثير على مجرى الاتحاد الأفريقي، ربما يكون هذا التأثير لصالح أثيوبيا لأن ربما تتعشم في إنشاء سدود جديدة لها بعد نجاح سد أثيوبيا، وبالتالي المعيار الأساس في التعامل مع نهر النيل
هو النجاح في توافق مرضي في سد النهضة، إذا كان سد النهضة نموذج إما يكون لصالح الدولتين وإما يكون لضرر أكبر يلحق بالنيل في الفترات إذا أنشأ أقبلت هذه الدول الأخرى لإنشاء سدود أخرى تقليدا لأثيوبيا، أو إذا حاولت إعادة تقسيم مياه النيل كما تدعو الأثيوبيا الآن بكل قوة لإلغاء اتفاق 1959 أو 1902 واعتماد إعادة تقسيم مياه النيل بطريقة عادلة لكل الدول أو بطريقة متساوية. هذا الأمر الذي يضر بنسبة المياه لمصر ويضر أيضا بالسودان. هكذا أمر ربما يؤدي إلى كثير من التعقيدات في هذا المشهد، الأمر الذي يتطلب سرعة الإقدام على حل عاجل يرضي هذه الأطراف ويحقق الهدف المنشود من بناء السد، تتحقق لأثيوبيا رغبتها الاقتصادية في إقامة السد، في نفس الوقت يتحقق للسودان ومصر عدم الضرر من هذه النسبة العالية، لأن نهاية السد يسع أكثر من 74 مليار وقيل 85 مليار متر مكعب، وهذا يعادل كل مياه النيل الأزرق لمدة سنتين، يعني ممكن أن يكون يجفف تماما، وهذا أمر خطير في حد ذاته إذا لم يكن هنالك توافق فني وتراضي بين الأطراف، على الأقل تكون هنالك إدارة مشتركة بين الدول الثلاث موجودة في السد تراقب مجرى النهر وتراقب أيضا الأوقات التشغيل وأوقات السد أو أوقات التفريق حتى لا تتضرر هذه الدول وحتى تنساب النسبة المطلوبة بالنسبة لمصر والسودان، حتى شكرا. يكون هنالك توافق ويتحول النيل إلى شريان محبة وتسامح وتصالح بين الدول بدل أن يكون مدعاة لحرب وقتال ولصراعات. نحن نرى الآن صراعا بين السودان ومصر في الحدود، هذا الصراع ألقى بظلال ثالبة على الدولتين. شكرا جزيلا لكم الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني دكتور محمد أحمد ضوينة، حدثتنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية.